كلمة تقوليها لرجال الجيش والشرطة اللي واقفين بيحمونا وكل يوم بيسقط منهم شهيد عشان يحافظوا على البلد؟ والله أنا بقول لهم إن ربنا يقويهم ويعينهم. إحنا من غيركم الحقيقة يعني كنا هنبقى في أسوأ حال، وإن أنتوا الظهر اللي بيحمينا، وربنا دايما معاكم وربنا دايما يحميكم. إحنا في حماهم وهم اللي بيحمونا دايما، يعني هو لولاهم يعني ما كان في حاجات كتير ممكن تحصل مش لطيفة يعني في البلد. أحب أوجه كلمة لرجال الجيش والشرطة على التعب والمجهود الكبير اللي هم بيعملوه لنا، وإحنا مقدرين كل حاجة هم بيعملوها، وبنشكرهم جدا على التعب ده، والبقاء لله لكل اللي توفوا ولعائلتهم ولعيالهم وكل حد، وإن شاء الله الفترة الصعبة دي تعدي عليهم على خير، وإحنا عمرنا ما هننساهم. ربنا يحرس كل ضباط مصر وربنا يحميهم يا رب ويرجعهم لأسرتهم سالمين. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، يخلي نقطة الدم تنزل من شبابنا. حسبي الله ونعم الوكيل كمان مرة، وربنا يخلي رجال الجيش والشرطة، الله يحميهم ويقويهم ويحفظهم من البلاء اللي احنا فيه ومن الإرهاب والقتلة، وربنا ينصرهم يا رب وينصر بلدنا وينصر مصر ان شاء الله. كلمه تقوليها لاسر الشهداء اللي سقطوا امبارح؟ ربنا يرحمهم يا رب، ويبقى جزاهم الجنه ونعيمها يا رب. احب اقول لهم ما تزعلوش، اولادكم دول يعني احياء عند ربنا، وهم دول يعني اللي بيحمونا، ويعني ربنا اكيد يصبركم ولازم يتشرفوا بيهم. كلمه تقوليها لام الشهداء، شهداء الجيش والشرطه بيسقطوا؟ ربنا يصبرها ان شاء الله ويعوض شبابهم خير في الجنه. حقهم مش ضايع ان شاء الله، وربنا يعيننا ويعين البلد عليهم ان شاء الله، على اللي بيوصلوا الاسلام في صوره سيئه. يعني مفيش اي دين سماوي او حتى غير سماوي بيدعو اصلا لكده، واي حاجه هو كل دين بريء منهم. كلمه تقوليها للناس القرابين اللي هربانين بره مصر بيحرضوا الشباب هنا؟ اقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بره مصر اللي هربوا اللي جوه مصر. حسبي الله ونعم الوكيل في كل بني ادم ظالم يخلي قلبه ام محروق. ما يرضيش ربنا، ده دي بلدنا لازم نخاف عليها، ربنا ينتقم منهم ان شاء الله كلهم يا رب. احب اقول ان مصر اكبر من اي حاجه، ومصر يعني ان شاء الله مش هتقع. دي خيانه، وربنا يحاسبهم قبل ما الشعب هيحاسبهم ان شاء الله. ربنا ينتقم منهم ان شاء الله، اللي بيوظوا مصر ويخربوها، يخسفهم ويخسف اللي مدبر لهم، ويخسف اي مسلم بالذات تشترك في الكلام ده. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، يخلي نقطة الدم تنزل من شبابنا. حسبي الله ونعم الوكيل كمان مرة. بيحاولوا يخربوها وبيتموا الأطفال وحاجات كتير غلط. اللي بيعملوه الإرهاب اللي بيعملوه ده غلط. احنا المفروض ان احنا نقف جنب الشرطة وجنب الجيش، ما نبقاش ضدهم. ربنا يسحرنا حال المسلمين كلهم، مصر وسوريا والعراق، ربنا يرجع البلد دي زي الأول. هل الإسلام هو تحريض وقتل وبعنف؟ لا خالص خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يهودي جنبه، يعني ما سألش عليه، كان تعبان فراح له يسأل على يهودي. لا لا لا، الإسلام بعيد عن الناس دي خالص ومتبرر منهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أنا بقول حسبي الله ونعم الوكيل في الإرهاب والجيش والشرطة، يعني ربنا يكون في عونهم، يعني الشهداء اللي ماتوا يا ربنا يكون في عون أهليهم.